السلام عليكم. اليوم نقف على مشروع نتاع المستشفى لمكافحة السرطان بولاية شلف، واللي يقع في إذن في بلدية شلف، واللي يعني حسب الصور اللي عندنا تقرب الأشغال من انتهاء. وللعلم أنه هذا المشروع يعني راقي وجميل والمهم جدا تم إنشاؤه، يعني والوقوف على الأشغال والتصميم دياله من طرف شركة جزائرية إذن خاص تبع الخواص، شركة رائدة في إنشاء يعني في بناء المنشآت التابعة لقطاع الصحة خاصة. أترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.